خبر مؤسف ومؤلم اليوم في سطيف، حفل زفاف يتحول إلى مأتم، وفاة شاب 21 سنة وإصابة آخر كان على متن دراجة نارية جراء حادث مرور خطير في موكب زفاف قادم من البلاعة إلى مدينة العلمة بالمكان المسمى عين طمقسين بإقليم بلدية البلاعة شرق ولاية سطيف. الله يرحمه ويتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وزويه الصبر والسلوان، إنا لله وإنا إليه راجعون. وبالنسبة لصديقه نتمنى له الشفاء العاجل والسلامة، ربي يجيب الخير. وهذه هي صورة الشاب أبو بكر الذي تعرض لحادث مرور رفقة صديقه أنور رحمه الله في منطقة نمقسين ببلدية البلاعة، الآن متواجد في مستشفى العلمة، ندعو له بالشفاء العاجل.